عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم درسنا في مادة علوم لطلاب الصف السابع، درس خفيف ظريف لطيف، وهو طبقات الغلاف الجوي. ما هو الغلاف الجوي؟ هو غلاف غير مرئي من الغازات يحيط بكوكب الأرض، يتكون من مزيج من الأكسجين والنيتروجين بنسبة تصل إلى 99%، أما ما تبقى وهو 1% فهو مزيج من غازات ثاني أكسيد الكربون والأرجون والهيليوم والنيون وبخار الماء بالإضافة للأتربة. يقل تركيز الغلاف الجوي كلما ارتفعنا لأعلى وتتغير درجة حرارته. اليوم راح نحكي عن طبقات الغلاف الجوي الأربع. أول طبقة هي طبقة التروبوسفير، وهي الطبقة المناخية، تبدأ من الطبقة المرئية، وهي الطبقة الأولى من الغلاف الجوي الملاصقة للأرض، ويبلغ سمكها 12 كيلومتر من سطح الأرض، وتهبط درجة حرارة هذه الطبقة تدريجياً كلما ارتفعنا لأعلى، وتحدث فيها التقلبات الجوية حيث تتكون فيها الغيوم والأمطار والرياح والظواهر الجوية الأخرى. ثاني طبقة عندي طبقة الستراتوسفير، وهي الطبقة المستقرة، تمتد هذه الطبقة من نهاية طبقة التروبوسفير إلى 50 كيلومتر، تخلو من التقلبات الجوية لذلك تعد مناسبة للطيران. ثالث طبقة هي طبقة الميزوسفير، وهي الطبقة المتوسطة، وتمتد هذه المنطقة من 50 إلى 80 كيلومتر، وتحترق معظم الشهب في هذه المنطقة. تليها طبقة الثيرموسفير، وهي الطبقة الحرارية، يبلغ سمك هذه الطبقة مئات الكيلومترات من 500 إلى 1000 كيلومتر أو أكثر، وتستقر الأقمار الصناعية في ذلك المدار. إذن عندي الأربع طبقات التي تكون منها الغلاف الجوي. أول طبقة اللي هي التروبوسفير تبلغ سمكتها 12 كيلومتر وتبدأ من الطبقة المرئية وتحدث فيها التقلبات أو التغيرات الجوية. ثانيا عندي طبقة الستراتوسفير وتبلغ سمكتها 50 كيلومتر، وهناك تحدث الجولات الطيرانية، وذلك لأنها تخلو من التقلبات الجوية. بعدين عندي الميزوسفير سمكتها من 50 إلى 80 كيلومتر وتحترق فيها الشهب. أخيرا الثيرموسفير تستقر فيها الأقمار الصناعية وسماكتها تصل إلى مئات الكيلومترات. وأخيرا الغلاف الخارجي، هم نبدأ نطلع لبرا رحلات الفضائية والصواريخ المطلقة وغيرها.